طب هنخرج من الليالي السوداء والثورة، هاخدك على لبنان. لو فكرتك بتجربتك في استوديو الفن، ليلة خروجك من استوديو الفن كانت ليلة لونها ايه؟ مش سودة خالص، بالعكس. امال كانت لونها ايه؟ بصي، انا مفيش حاجة في المزيكا او في شغلتي سلبية مثلا بالرفض ممكن تخليها سودة عندي، لان عارف ان ده ربنا في الاخر توفيق من عند ربنا، وعارف انه اختيار من عند ربنا، وعارف ان نصيبك هتاخده، بس اهم حاجة تجتهد وتتعب علشان توصل للي انت عاوزه. لا، اجتهدت في استوديو الفن؟ لا بصراحة ما اجتهدتش، مهتم بيه بصراحة. يعني انت كنت تستحق ان انت تخرج؟ لما انا دخلت استوديو الفن، بالمناسبة كان المدير استوديو الفن ساعتها كان زكي زوج حضرتك، وهو صديقي وحبيبي وبحترمه جدا. بس فكان الفترة دي سنة 2001 او 2000، انا كنت دخلت امتحنت، ولما امتحنت قابلت سيمون اسمر وقابلت الكرو كله بتاع لبنان، فهم شافوني كمطرب فنان، عجبهم صوتي وعجبهم حاجات كده معينه، ما عجبهمش حاجات تانية. انا كنت تخين شويه ومش مركز في الحته بتاعه الشكل، لسه بقى ببتدي حياتي زي اي فنان يعني. والمهم سيمون اسمر عشان ياخدني في لبنان كان عامل برنامج اسمه ستار اكاديمي، اللي هو ستار اكاديمي 1، لسه ما كانش في ستار اكاديمي اصلا، لسه الفكره مش عارفها. خرجك من استوديو الفن، راح مخرجني من استوديو الفن علشان بعدها ياخدك لبنان كتب لي ستار اكاديمي، كتب لي عقد ان انا ابقى معاه في ستار اكاديمي. طيب وافقت ليه ان يرتبط اسمك باسم سيمون اسمر، مع انك عارف الاشاعات اللي بتدور حوالين سيمون اسمر؟ ما كنتش اعرف والله، ما كنتش تعرف. عرفت لما رحت لبنان، عرفت من هناك. طيب وده اللي خلاني ارجع بقى. رجعت بعدها على طول، ولا نقدر نقول ان حصل موقف ما خلاك ترجع عن القرار اللي انت خدته وعن مروحك للبنان وتقرر على طول ان انت ترجع؟ لا مفيش موقف، بس انا بخاف من الحاجات اللي هي فيها شبهه، بخاف من الحاجات اللي فيها كلام. وانا عرفت لما رحت هناك بصراحه الراجل محترم. عرفت ايه؟ بينك يعني الراجل محترم بجد. عرفت ايه؟ مش كلام على فكره. عرفت ايه؟ قالوا لك ايه بالظبط؟ لا قالوا لي حاجات مش مينفعش اقولها على الهوا بقى، في جمهور، انا بحترم الجمهور جدا، ما اقدرش في كلام ما اقدرش اطلعه، بس انت فاهمه ان هو يعني ليه علاقه بالجنس، علاقات غير سويه نقدر نقول بالظبط. بس دي حاسس انها اشاعه بيني وبينك، لان انا ما شفتش منه حاجه. لا 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 خالص بصراحه، والله العظيم ثلاثه وحياه ولادي انا ما شفت منه حاجه خالص، بالعكس راجل محترم جدا، ما شفتش منه اي حاجه. المهم ان انا رحت لبنان وامتحنت الامتحانات كلها على اساس ان انا اطلع الاول في ستار اكاديمي 1، يعني ابقى مكان محمد عطيه. هم عايزين واحد تقريبا، كانوا انا فاكر ان هم كانوا عايزين واحد مصري، يعني نقدر نقول بالاتفاق. لا مش بالاتفاق، انا عرفت هناك ان انت لازم تبقى موجود في البرنامج ده وهتطلع الاول، بس كمل. ده يبقى معناه بالاتفاق، يعني اتفق معاك من قبلها. يبقى ده افهم من كده ان انت بتقول ان ستار اكاديمي فيك، مزيف. لا لا مش فيك خالص، هم بيبقوا عاوزين لما يبقوا عارفين ان انت من الاول عايزينك عشان يطلعوك رقم واحد. هو عايزني انا، ما انا مين؟ زمايلك. فشاف شاف هو فيها الحته دي فخدني هناك، قال لي عشان انت هتبقى موجود هنا. انا ما قدرتش اكمل، ليهم سيستم كاميرات مش عارف فين، يعني وليهم انت سيستم. ما قدرتش تكمل، ولا عشان لما سمعت الكلام على سيمون اسمر ده اللي خلاك تلغي؟ لا بقول لك انا سمعت الكلام ده هناك، يعني وده اللي خلاك تردد فوق. لا لا مش ده اللي خلاني ارجع، اللي خلاني ارجع بصراحه ان انا حسيت ان انا مش بتاع برامج زي كده، وانا ما كنتش لسه. خفت من المنافسه؟ لا 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 ما بحب لا 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 ما بخافش من الحاجات دي، ما بتحطهاش في دماغي، بس انا حسيت فجاه ان انا مش قد الستار اكاديمي. انت فشلت في استوديو الفن؟ لا لا كنت تفشل في ستار اكاديمي. ليه كده؟ ليه فشلت ازاي؟ ما فشلتش ولا حاجه. انت مش خرجت من استوديو الفن؟ لا انا حسيت ان البرامج مش بتاعتك، هي بتاعت يعني سن اصغر. بتاعت وانا كنت صغير، بس ما كنتش صغير قوي، يمكن شخصيتك مش الشخصيه. موهوبين وانا متخرج من معهد الموسيقى العربيه. طيب حضرتك انت وقسم تاليف، وكنت في فرقه ام كلثوم، وراجل عملت الحان لناس نجوم كبار ساعتها، فكنت حسيت ان انا اكبر من الموضوع ده، فسبت ومشيت، خدت باسبوري وصحيت من النوم الصبح في لبنان، وخدت شنطتي من غير ما كل الناس تعرف، ومشيت. وبعدين انا ما كنتش حابب ان انا اطلع من بلد غير مصر بجد، دي طيب حقيقه بقى. نرجع لمصر واستوديو الفن، ليه اصحابك في استوديو الفن بيقولوا على رامي صبري انه قليل الاصل؟ انا ما سالتش عليهم بعد ما انت؟ لا ما فيش الكلام ده اصلا، انا ما كانش ليا اصحاب في استوديو الفن. ولا عشان انت دلوقتي بقيت نجم واسمك كبر؟ هم كلهم كانوا اصغر مني يعني بسنتين ثلاثه، اللي طلعت بيه هو كان زكي عبد الحميد يعني. طيب مفيش حد تاني.